تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التعزي بوفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، سائل المولى تعالى لسموه وللأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لسموه، عبر فيها عن خالص شكره على ما عبر عنه من طيب المشاعر والمواساة بهذا المصاب، راجيا سموه له وافر الصحة والعافية وألا يريه مكروها بعزيز.